أهلا بكم في موجز لأهم وآخر الأخبار. قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن إيران وافقت على وقف شحنات الأسلحة إلى ميليشيات الحوثي. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين وسعوديين قولهم إن موافقة إيران على وقف تسليح الحوثي تأتي في إطار المسرحة السعودية الإيرانية برعاية صينية. وأشارت الصحيفة إلى أن الملف اليمني يعد اختبارا رئيسيا لإنجاح الاتفاق بين المملكة العربية السعودية وإيران. وأضافت الصحيفة أن محاولات تجري لتمديد وقف إطلاق النار قبل شهر رمضان المبارك. جدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان دعم السلام في اليمن والجهود الأممية لوقف النار بشكل دائم. وأكد وزير الخارجية السعودي دعم بلاده لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جرونبرغ والرامية إلى التوصل لوقف كامل ودائم لإطلاق النار. وجاء حديثه على هامش الدورة 49 لمجلس وزراء الخارجية بمنظمة التعاون الإسلامي والمنعقدة في موريتانيا. بحث محافظ حضرموت بمخوت بن ماضي مع المدير التنفيذي لشركة الغاز المهندس محسن وهيط تداعيات أزمة الغاز المنزلي على المواطنين. وأكد محافظ حضرموت أن السلطة المحلية باشرت منذ بداية الأزمة في وضع معالجات رقابية وتعزيز كمية الغاز المنزلي الواصل للمحافظة، بيد أن كمية الطلب تزايدت بسبب النزوح. من جهته أكد المهندس وهيط أن الأزمة في طريقها للانفراج، وتعود أسبابها إلى العجز في الانتاج الكلي للشركة الذي يغطي 70% فقط من الاحتياج الفعلي لجميع المحافظات. التقى محافظ حضرموت موخوت بن ماضي ممثلي الجمعيات السمكية وممثلين عن شريحة الصيادين على امتداد الشريط الساحلي بالمحافظة. وتدرس اللقاء نتائج قرار وزارة الزراعة والري والثروة السمكية بمنع تصدير الأسماك والسبل الكفيلة بدراسة مخرجات ومعالجات تخدم المجتمع والصيادين. وتم الاتفاق على تكليف لجنة لتوفير احتياجات المواطن من الأسماك في السوق المحلي بهوامش ربح مقبولة. هات الموجز إلى اللقاء.